مع استمرار الحرب على غزة واتباع سياسة الأرض المحروقة، تقول كبرى الصحف الغربية إن إسرائيل لن تحقق هدفها المعلن باجتثاث المقاومة من القطاع. صحيفة الغارديان البريطانية أشارت إلى عدم استبعاد نتنياهو تقليص أراضي غزة لإنشاء منطقة عازلة أو تهجير الفلسطينيين قسراً، مؤكدة أن نتنياهو أخطأ عندما رفض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل المحتجزين لدى حماس، كما شككت بقدرة إسرائيل على الاستمرار في سياسة العداء تجاه الفلسطينيين، متسائلة عن مدة الحرب والهدف منها عقب تصريحات لنتنياهو قال فيها إن إسرائيل تواجه معركة طويلة في غزة. توقعات الغارديان حول صعوبة الحرب في غزة لم تكن الوحيدة، إذ أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المراحل الأكثر تعقيداً لم تبدأ بعد. الصحيفة الأمريكية نقلت عن جنود ومسؤولين في الكيان المحتل، منهم من قاد عمليات سابقة في غزة، أنه كلما اقتربت قوات الاحتلال من وسط القطاع ستواجه مقاتلي المقاومة بأعداد أكبر وسيهاجمونها ثم ينسحبون أو يختفون تحت الأرض، مضيفين أن هؤلاء المقاتلين يدخرون جهودهم لمعركة أشد ضراوة داخل القطاع. الصحيفة قالت إن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يساوره الشكوك بشأن قدرة إسرائيل على تحقيق هدفها العسكري المعلن في القضاء على حماس، وإنه يمكن لقوات الاحتلال أن تلحق الضرر بها، إلا أنها لن تستطيع استئصال أيديولوجيتها. الصحيفة أشارت أيضاً إلى عجز إسرائيل حتى الآن عن المساس بكبار قادة حماس في غزة أو استرجاع محتجز واحد بالقوة، على الرغم من تدميرها معظم القطاع وتهجير مئات الآلاف من سكانه.